مصمم إداري ورئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم، واشتغل فترة طويلة في التخطيط الشامل والتخطيط الحضري والتصميم المعماري ودراسات الجدوى، وحاصل على دبلوم إدارة المشاريع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو سينيور ديزاين مانجر ات ام ان اتش دي، وقام بالعديد من المشاريع زي المبانيات التجارية والفنادق ومباني إدارية وعمارات ترفيهية ومباني مختلطة. وإن شاء الله النهاردة محاضرة موفقة في موضوع السكتش أب، وإن شاء الله يعني سعدنا إن إحنا نقعد مع شخص محترف في البرنامج ده عشان نتعلم ونستفاد منه إن شاء الله. اتفضل يا أستاذ. شكرا ليك يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله هنبدا اول محاضرات سكتش اب، ماسترنج سكتش اب. هنبدا من الزيرو تماما وهنتعرف على التولز بتاعت البرنامج قدر الامكان، وهنبدا هننفذ الكلام ده على مشاريع. يعني هنتعلم مش السكتش اب بيتكون من ايه بس، لا احنا هننفذ بيه مشروع. يعني احنا هنعمل بيه ايه؟ هيبقى تطبيق على برنامج السكتش اب وليس تعريب بس بالبرنامج. المحاضره النهارده غالبا هنعملها باللغه الانجليزيه ان شاء الله لانها تتسجل، وممكن ان شاء الله الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده هنعمل محاضرتين كمان. المحاضرات لان هي تطبيقيه فاحنا هنتكلم على هيبقى عنوانها اول حاجه اللي هو اول كلاس للسكتش اب اللي هو ازاي تصمم مبنى اداري، تاني كلاس اللي هو ازاي تصمم مول، تالت كلاس اللي هو ازاي تصمم فندق. الفروقات اللي ما بينهم هتكون في طريقة التعامل مع الماسز المختلفة. المباني الإدارية ليها شكل وليها فورم وليها بلانز معينة وليها أشكال معينة، وفي الريندرينج بتطلع بشكل مختلف وهكذا. بالنسبة للمولات هي الفورمز بتاعتها بتختلف وبتبقى متحررة أكتر، والبلانز بتاعتها برضو بتبقى شكلها مختلف، ما بتبقاش ستاك، بيبقى ليها كونفيجريشن مختلف. وكمان بالنسبه للاوتيلات او الفنادق او الهاي رايز بيلدينجز برضه دي بيبقى ليها شغل تاني وليها فورم تاني كونفيجريشن تاني. ازاي انا كمصمم ازاي بتعامل مع التول دي؟ ان هي انا بسوق التول علشان توصلني للي انا عايزه، مش بخلي التول هي اللي تسوقني. بمعنى انا باخد السكتش اب بستخدمه علشان يطلع فكره موجوده عندي، يساعدني ان انا اطلع التصميم انا عايزه، يساعدني ان هو ان انا اطلع بيه البرزنتيشن ميديا اللي انا محتاجها في المشروع، من بلانات، من سكيشن وواجهات، من مناظير، من انيميشن، كل ده. واقوم في الاخر مطلعه في صوره لوحات بتخليني ابقى مغطي سكوب الديزاينر كله على بعضه من اول الانسبشن مرورا بالكونسبت ديفلوبمنت الى السكيماتيك دروينجز. وده الفرق ما بينه وما بين البيم. البيم بيطلع كوردينيتد بلانز، بيخش فيه ديسيبلينز كتيره مختلفه، بيستخدم اكتر فيما مرحله ما بعد السكيماتيك اللي هو سكوب الانجينير وليس سكوب الديزاينر. ولكن برضه في البيم في التولز بتاعت السكتش اب، فانا ممكن استخدم البيم، هو برنامج شامل كامل في كل حاجه. الميزه في السكتش اب ان هو تول متخصصه بس في الديزاين ومفتوحه قدامي الى ما لا نهايه. السكتش اب بيرفلكت السكيلز بتاعتي انا ومدى مهارتي انا في قياده البرنامج ده. على قد مهارتي ما هي وخيالي مساعدني، على قد ما انا بقدر اطلع فورمز كتيره، بدائل مختلفه، alternatives متعدده، شغل يفيدني في البرزنتيشن مختلف، بلانز كتيره، انيميشن، اقدر اتحايل على حاجات. لو مش شرط ان يعني في حاجات كتيره بتطلع، لو انا مثلا سكتش اب برنامج لو هو بيزك خالص
احنا بيبقى نازل من على جوجل اللي هي السبورتر للبرنامج، واللي هي اساسا صاحبة حقوق الملكية لبرنامج سكتشب. فهو بينزل برنامج جو، بينزل من غير حاجة بنسميها بلاجنز. البلاجنز دي بتبقى حاجة كوماندز أو أوامر اكسترا، بلس هي بتدي زي اللي هي موجودة عندي على الشاشة دي كلها. كل دي ما بتنزلش في الفيرجن العادية، هي بتنزل دي، كل دي بلاجنز أنا بنزلها، كل واحد يقدر ينزلها. بتنزل في ديزاينرز وفي ديفلوبرز زي فريدو مثلا، عملوا 1001 باكج. دي باكج حلوه جدا، فيها ازاي بعمل، في سلالم جاهزه، فيها كوماندز للسلالم الجاهزه، فيها كوماندز للويندوز، للدورز، للروفز، للستيرز، فيها كوماندز للشغل اللي هو الصعب، اللي هو صعب ان انا اطلعه بالتولز الفيري بيزك الموجودة عندي في السكتشر، زي اللوفت وزي اللي هي معظم الكوماندز الموجودة على 3 دي ماكس. فعلى قد السكيلز اللي موجودة عندي أنا، على قد والإيماجينيشنز اللي موجودة وخيالي، على قد أنا بقدر أسوق البرنامج ده واطلع منه حاجات مش ما كانتش متوقعه اول ما البرنامج الاسرائيلي الاولاني فيرجن 1 ما نزل، وما كانوش متخيلين ان هو هيطلع الديزاينز دي والكومبلكستي اللي موجوده دي. سكتش اب يعتبر من اشهر البرامج دلوقتي اللي موجوده، اللي كل الناس بتستخدمها، اغلب الناس واغلب المكاتب الاستشاريه واكتب واغلب المصممين بيستخدموه. سكتش اب مش ستاندينج الون سوفت وير او بروجرام وبس، لا، هو الميزه في ان هو كمان بيسبورت او بيسبورت برامج تانية بتديها لنا جوجل. وممكن انا بتعامل معاه ان انا كمان بستفيد من الابس والسوفت ويرز الموجوده على جوجل، والابس والجوجل ستور والبلاي ستور، وانزل حاجات زي مثلا الابلكيشن بتاع المابس. فده بيساعدني ان انا بلينك الشغل بتاعي بحاجه موجوده اساسا، يعني زي المابس الموجوده. يعني ممكن اربط المشروع بتاعي بمكانه، باللوكيشن بتاعه فعلا، بالكوردينتس بتاعته بتاعت السايت الحقيقيه. ممكن اخد تور بعد ما بعمل ماس بسيطه جدا، باخد تور بالجوجل ايرث وبخش وبشوف المشروع هيبقى شكله ايه، واستفيد كمان بالحاجات اللي هي موجوده زي الدي لايت والشادوز والامكانيات الموجوده فيه. فبيديني كتله حقيقيه مدروسه، بيديني حاجه هي حقيقيه موجوده في الواقع، زي ما هبنيها، زي ما هصممها، زي ما هتطلع في الحقيقه وفي الواقع بالظبط. فالسبورت اللي بيدوهن الكوردينيشن او اللي ان هما كلهم على نفس البلاتفورم، دي حاجه لطيفه جدا موجوده على سكتش. لو هنبدا بالبرنامج، احنا في عندنا الكوماندز موجوده، عندنا البيزك كوماندز اللي هي الاوامر، زي ما بنلاقي الاوامر متقسم تحتيها السب كوماندز موجوده في كاتيجوريز على المين مينيو بار بتاعت السكتش اب. فبنلاقي فايل، في تحت فايل، في نيو واوبن، زي كل ومتقسمه كاتيجوريز بخط كده موجود. دي زي ما هي موجوده كمان في اي برنامج اللي تعمل مع اوفيس، اللي تعمل مع اي برنامج تاني. فبنلاقي ان هي تحت فايل كل ما هو له علاقه بالملف، الملف اللي انا بشتغل عليه ده، من ناحيه الاكسبورتنج والامبورتنج والسيفنج والكوبينج واللينكينج والبرنتنج والبرنت سيت اب والحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده لو هي موجوده عندي، لو بطلع المشاريع على طول من مشاريع سابقه. فيعني بيخزن لي اخر مثلا 8 فيرجنز زي ما هي موجودين، اخر حاجه 8 انا فتحتهم، بدل ما اخش وادور تاني، لا، هو بي الحاجه موجوده عندي وبقدر ارجع لها تاني. هنا بيلينك بحاجه اسمها 3 دي وير هاوس، اللي هو بيشير البلوك بتاعي او الديزاين بتاعي
بيشيروا بجوجل ايرث، وكمان بيخليني ان انا اجيب بلوكس موجوده، لان الديفلوبرز والديزاينرز ان كانوا برودكت ديزاينرز او اركيتكتس لما بنيجي بنعمل شغل لينا، ممكن كمان ان احنا عندنا الاوبشن ان احنا نفعل الانترنت ونعمل له شيرنج مع الديزاينرز التانيين، وبالتالي ممكن استخدمه في مشاريع تانية. من اول يعني بيبقى ديزاينز فيرتيكال وهوريزونتال، من اول اصغر حاجه اوكره الباب لحد السكاي سكريبر، فبلاقي الكلام ده كله موجود، وبلاقي مباني حقيقيه في ديفلوبرز وديزاينرز كتير عاملينها ومسيبينها موجوده. انا ممكن لو بشتغل في برنامج على البرنامج ده مثلا، على سبيل المثال لو عندي مشروع في دبي، ممكن بطلع من على جوجل ايرث المابس 3 دي موجوده بحق وحقيقي، بشوف الكرنت ستيتس بتاعتها، بشوف بالتاريخ انا فين، وبالتاريخ ده وببقى عارف ديه الستيتس بتاعت البلد، لان زي ما احنا عارفين دبي بيحصل فيها تغيير كتير على طول، وبيبقى فيها ابديتس كتير على طول، فبجيب الكرنت ستيتس للبلد في اخر 5 سنين مثلا، وموجوده واشوف البنايات بتاعتها وفين مكان الارض بتاعي والمشروع بتاعي، واقعد ادرس اللي حواليه، وبلاقي البلوكس مرسومه ومبنيه، ممكن امونيتور عليه كمان البروجرس بتاع المشاريع دي، واقوم الينك الشغل بتاعي عليه على ماسس حقيقيه موجوده، وبعد ما بخلص بقوم ممكن ارفع الشغل بتاعي على جوجل ايرث، ويبقى هو موجود على الماب متاح لكل او لاي حد من الديزاينرز جاي بعد جاي يشتغل على اي مشروع، فهو متاح ليه كمان ان هو يشوفه، يا اما بيعمل له داونلودنج، يا اما بيلاقيه على الخريطه على جوجل ايرث وموجود. بلاقي تحت اديت الحاجات اللي هي ليها علاقه بالاديتنج، على سبيل المثال ازاي بهايد وبانهايد اللايرز والسوليدز والبلوكس والماسز والادجز، ازاي بغير السلكشن بتاعي، ازاي بكوبي وببيست وببيست ان بليس والحاجات دي كلها، ازاي بعمل كومبوننتس وبرودكتس، وازاي بعمل سكشن، وازاي بعمل سلكشن. بلاقي تحت الفيو مثلا الكاتيجوري بتاعت الفيو، كل ما هو له علاقه بالفيجواليزيشن. بلاقي الجريدز، بلاقي الكتس، وبلاقي السكشنز، بلاقي التول بارز، بطلع التول بارز انا مش عارف مكانها، ناسيها او عايز اخفيها مثلا، هو بدوس على كليك هنا بطلعها، هي الكاتيجوريز اللي موجوده هنا، دي البلجنز موجوده ليها، ممكن اخفيها كتول بار، ممكن ابينها، ممكن امبورت حاجه جديده، ممكن الينك حاجات ثانيه. عندي هنا بقيه الحاجات اللي هي يا اما انا منزلها الخاصه بالبلجنز او الحاجات اللي هي خاصه بالبرنامج ذات نفسه، كل ده موجود تحت التول بارز، ودي مهمه جدا لانها بتسهل لي. يعني في ناس مثلا ما تحبش انها تشتغل وسط زحمه كتير، او بتحب تشتغل على الشاشه فول سكرين ده مود، على الفول سكرين مود، ما تحبش تبقى الحاجات دي موجوده. انا عامل كاستمايزيشن مثلا، انا الحاجات دي بستخدمها على طول وبصفه دوريه، فانا سايبها موجوده. عندي هنا التول بار البيزك موجوده على جنب، انا مقسم الحته الثانيه بتاعه التعامل مع الماسس لما بتطلع الشيد والشادو والتهشير والادجز والسكتشنج والماتيريالز والحاجات دي كلها واخدها على الجنب الثاني. وهنا الكوماندز المين اللي هي بتاعه الرسم، اللي هي البيزك والحاجات الثانيه اللي هي المور كومبلكس. بلاقي تحت الكاميرا الكاتيجوري بتاعه الكاميرا، لو رجعنا ثاني فوق للمنيو منيو بار، بلاقي تحت الكاميرا كل ما هو له علاقه بالكاميرا، panning, zooming، كأني بتعامل مع كاميرا حقيقية. الpanning والزومينج، التكبير والتصغير، الزوم اوت، الزوم ان، الفيلد اوف فيو، هنتعلم الكلام ده ازاي، ناخد شوت ازاي، نسيب الشوت ازاي، نعمل في الاخر ازاي، نادجست الشوت ده ازاي، نخليها 2 دي مرفوعة من نقطتين بس مش من ثلاثة، ازاي نعدلها، نعملها adjustment، نعدل الزاوية بتاعت الكاميرا، نقرب الزاوية بتاعت الكاميرا، وازاي نجمع مجموعة اللقطات دي كلها في ان احنا مثلا ممكن نعمل فيلم او animation او presentation.
الكاتيجوري بتاعت الدرو اللي هي الرسم، هي كل ما له علاقة بالرسم، كل الكوماندز اللي هي بتاعت الرسم، ان كانت 2D او 3D، من اول اللاينز والاركس والشيبس المختلفة زي الريكتانجل، الحاجات الجاهزة، مستطيل جاهز، سيركل جاهز، بوليجون جاهز، الكلام ده كله، الى الحاجات اللي هي مور كومبلكس او اللي هي موجودة تبع البلجنز زي الاليبس، الكيرفز، الكيرف ميكر، الكيرفات اللي هي بنستخدمها في 3D Max اللي هي بيبقى زي السبايرل، بيبقى ليها كذا كذا بوينت، واقدر ازاي ان احنا نتعلم ازاي ان احنا هنعدل في الكيرفز دي. تحت التولز بلاقي الادوات المساعده، قائمه الادوات المساعده. يبقى الدرو، الفرق ما بين الدرو والتولز، ان الدرو هو الاداه اللي هي زي نقول المقلمه اللي انا بستخدم منها الحاجه بتاعتي، موجود فيها القلم والمسطره والبرجل والمنقله والمثلث بتاعي وكل حاجه. التولز اللي هي الادوات بقى اللي مضافه للمقلمه دي، البوش والبول والاكستروجن والفولو مي والاوفست والبوش والسكيلينج والروتيشن والموفينج والبينتينج. بلاقي الحاجات اللي هي خاصه بالريندرنج موجوده، الحاجات الخاصه بالموشن موجوده، الحاجات اللي هي خاصه بال 3D موجوده، الحاجات اللي هي خاصه بالدايمنشنز والتكست والبوست برودكشن والانوتيشن كل دي موجوده. بلاقي الحاجات اللي هي خاصه بال 3D موجوده برضو هنا، كل ده موجود، والتعامل مع الفيسز كمان موجود، كل ده موجود عندي. حاجه لطيفه جدا اسمها ساند بوكس، دي بتفيدني بعد كده هنشوف ازاي ان انا ممكن اعمل كيرفز وكونتورز، وازاي ابستراكت اخد الفوت برينت بتاعت حاجات واطلع بيها، ممكن اقسم حاجات واتقاطع معاها، كان زي فكره الهندسه الوصفيه، واتقاطع معاها واطلع الاشكال اللي بتطلع دي وبشتغل عليها، بعد كده اخدها على جنب في بلوك واشتغل عليها واعمل لها كل الكوماندز اللي انا عايزها، من ان انا ارفعها، اصغرها، اعمل لها تيبرينج، اعمل لها تيبرينج بالنيجاتيف بالبوزيتيف، كل ده موجود هنا. دي تول مهمه جدا. كمان عندي تبع التول بار عندي الاكستنشنز، الكوماندز بتاعت الاكستنشنز دي بلاقي تحتيها كل ما هو له علاقه، هو موجوده هنا، هي موجوده هنا، دي كل ما له علاقة بالبلاجنز. وكمان أهم حاجة في دول كمان مين هي البلاجنز، كلها موجودة في الاكستنشنز دي، ما بنلجألهاش قوي لو أنا حاجتي موجودة بره وموجودة على الديسكتوب بتاع البروجرام ذات نفسه، زي ما بعملها كاستمايزيشن، فدي ما بلجألهاش، بس دي موجودة في الحتة اللي هي تبع الاكستنشنز. في تبع الويندو كمان في عندي من الحاجات المهمه الموديل انفو، اللي هي بطلع منها اليونتس وبظبط اليونتس بتاعتي، ان كانت ديسيملز او انجينيرنج او فيتس او مليمترز وات ايفر، وبطلع كمان الديسبلاي بتاعها قد ايه والسنابنج بتاعها قد ايه، بشوف بتحكم في الفوليوم في الاريا واليونتس بتاعتهم والسنابنج بتاعهم. دي مهمه جدا اليونتس دي، بلاقي التكست وانواعه ولونه واشكال الفونتات ومقاساتها، واغير في الفونت ومقاسه وشكله ولونه، كل ده موجود هنا، وطريقته كمان زي الاوتوكاد بالظبط وزي الرابت. بلاقي من الحاجات المهمه كمان هنا في الاستاتستكس، بلاقي كل تحت الفيلد بتاعت النيم، بلاقي كل الكومبوننتس اللي انا بستخدمها جوه المشروع بتاعي. من الكومبوننتس دي بتتقسم لسب كاتيجوريز، يعني بلاقي ادجز، فيسز، جايد لاينز، سكشنز، دايمنشنز، تكست، كل حاجه موجوده هنا، ده بياخدها هنا في الاستاتستكس، في البانل بتاعت الاستاتستكس بيقوم ياخدها ويحصرها في الجزء ده. دي بتديني الكاونت بتاع كل حاجه،
فببقى عارف الفايل بتاعي تقيل ولا خفيف، بفكس منها البروبلمز. كمان بعمل بيرج، لان انا طول ما انا قاعد شغال انا عمال بمسح وبرسم وبعيد وبزيد وباخد حاجات باخد لها كوبي وعلى جنب وبشتغل في نفس ال 3 دي وورلد ده، هو الفيرتشوال بورد بتاع السكتش اب. فباخد حاجات كتير وبعمل شغل كتير وبعيد وبزيد وبمسح حاجات وبزود حاجات وكومبوننتس وباكسبورت وبامبورت مشاريع، اخد منها بلوكس جاهزه واحطها، فده بيتقل من حجم الفايل. فميزه الاستاتستكس كمان ان هي بتخفف لي الكلام ده، اول وانس ان انا عملت بيرجينج هي بتسكيم الكلام ده وبتسكويز الحاجات دي كلها وبتخليها على قد خالص، فتخفف الفايل. ودي حاجه مهمه حقيقه، يعني ان دي تول مهمه علشان يبقى الفايل دايما خفيف. لو انا لسه بشتغل فروم سكراتش، او لو انا جايب فايل بشتغل فايل جاهز او موديل جاهز، او ان انا بامبورت فايل تاني من اللايبرري عندي، فدي برضو مهمه جدا جدا جدا. بنلاقي هنا الريندرينج هي عندي حاجه اللي هي انتي الايز تكتشرز، دي يا اما بختارها يا اما ما بختارهاش، ودي ميزتها ان هي يعني ان انا في الاخر دي بتتقل بتدي ريزولوشن اعلى شويه، بس ببقى عامل حسابي على السبيكس بتاعت الكمبيوتر علشان الانتي الايزنج ده زي لاير تانية زيادة من الـ 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 من الشغل بتاع الريندرينج، ودي بتخليني بتزود الريزولوشن فبتكبر في المقاس شوية. لازم ابقى واخد بالي كويس قوي امتى استخدمها، امتى اعمل عليها كليك وامتى اعمل ديس كليك، على حسب السبيكس وعلى حسب انا عايز ايه من الشغل ده. والجيو لوكيشن ده هنا بقعد اللوكيشن بتاعي اللي انا لو انا عايز، لازم اكون كونكتد بالفيتشرز، لازم اكون كونكتد بالجوجل ايرث، ده هي بتخليني ان انا اكونكت زي ما انا قلت بجوجل ايرث وباللوكيشنز والسايتس، بتخليني اكونكت بالمشروع في الحقيقه واشتغل عليه، فدي مهمه جدا. بلاقي دول اهم حاجات، وبلاقي الدايمنشنز هنا كمان بيبقى مطلع لي الدايمنشنز از تكست وبيطلعها لي از لادر لاينز اللي هو شكل الفيجوال بتاعها، انا عايز اخدها باسهم ولا عايز اخدها بدوت ولا عايز اخدها بشكل ارو. هنا بيخليني اغير في الشكل ده، شكل الشكل الفيجوال بتاع البرودكشن بوست برودكشن بتاع الانوتيشنز والدايمنشنز في الاخر بيبقى شكلها ايه. دي من الحاجات المهمه الموجوده عندي تحت المنيو بتاعه الويندو اللي موجوده تحت موديل انفو. وبعد كده بلاقي بريفرنسز اللي هي بتطلع لي هنا البريفرنسز اللي هي الحاجات المفضله بالنسبه لي. فانا عايز اشتغل مثلا بانشز، عايز اشتغل بمترز، بيقول لي التمبليتس اللي انت عايز تشتغل عليها، عايز تشتغل بانشز بمترز باي دايمنشنز انت عايزها. فهنا هو بيقول لي بيحدد لي وات اي دو بريفير از ا كايند اوف دايمنشن when I am modeling، الحاجه اللي انا اليونت اللي انا عايز اشتغل بيها. بيحدد لي شكل كمان الباك جراوند اللي انا عايز اشتغلها، لان انا الباك جراوند الموجوده دي على سبيل المثال دي ما هياش ثابته، دي البيزك، دي الارض ودي السماء ودي الجريد، وممكن اشتغل كده وممكن اغير في الكلام ده. فهنا بيديني الكلام ده في البريفرنسز، بيخليني ان انا اغير في الكلام ده، يخلي ممكن يخليها، وهنشوف ازاي يخليها بيضه كلها، ممكن اغير اللون اخليه كله، اشيل الارض اشيل السماء، اشيل الارض بس اشيل السماء بس، اشيل الاثنين مع بعض، اغير في شكل الديسبلاينج بتاع الموديل ذات نفسه. الشورت كاتس لو انا عندي شورت كاتس بسجلها هنا، اغلب الناس بنسبه let's say مثلا بنسبه يعني من 90 ل 95% من الناس اللي بتشتغل على سكتش اب ف
في الغالب ما بيحتاجوش ان هم يشتغلوا بشورت كاتس، بيشتغلوا يكفيك ان انت تشتغل بالماوس بس. شورت كاتس خفيفه قوي 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 اللي انت بتستخدمها. اغلب الاوقات انت محتاج، ممكن ما تحتاجش شورت كاتس اصلا في حياتك طول ما انت قاعد شغال على السكتش اب وات ايفر ايه الليفل بتاعك. الاوبن جي ال ده ليه علاقه بكارت الشاشه، الفايلز اللي انت فاتحها، اهم حاجه زي ما احنا قلنا التمبليتس، وكمان هنا الجزء اللي هو بيطلع لي البانل ده اللي هي بتخليني اتحكم في الشكل بتاع في الستايلينج بتاع البريفيرد ستايل بتاع الموديل اللي انا شغال عليه، من اول الماتيريالز للباك جراوند وشكلها، واعمل لها اديتنج واختارها، عايز ممكن اكس راي، عايزها واير فريم، عايزها ابيض واسود، بيخليني اختار كمان عايزها ببروفايل ولا مش عايزها بروفايل، اكستنشنز. خلينا نشوف مثلا كده حاجه سريعه واحنا قاعدين بنتكلم عشان دي حاجه مهمه. فهنا مثلا لو جيت قمت جاي راسم ريكتانجل وقمت جيت من التول من المنيو هنا بتاعت الرسم وجيت قمت عملت هنا البوش بتاعي وتبقى انا هنا طلعت بكام. فهنا خدت سي مثلا انا باجي باخد بروفايل فبيقوم محدد لي الشكل الخارجي للبوكس اللي انا شغال عليه. ممكن بدوس اكستنشن فيقوم وازود الفاليو هنا شويه، خلينا نعملها 10، خلينا نعملها 100، 99، خلينا نعملها 99. هتلاقي ان هو شنبها زي ما احنا شايفين كده على البوينتس، فعمل لنا التشنيب ده اهو. دي ناخدها بقى بالمعقول، انا عملت اكساجريشن دي عشان تبقى باينه، ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده، دي حسب السكيل بتاع الموديل اللي انا شغال عليه. ناخد اند بوينتس مثلا فيقوم يدي دوتس حوالين اكستنشنز. تعالوا نعلي الاكستنشنز شويه عشان نشوف الفرق. هنا نهاية الخط تشنيبة اللي أنا شغال عليها عملها لي بإند بوينت، فهي طالعة كده كأن أنا بعد ما بحبر بدوس عليها في الآخر، ودي ترجع لي أنا، دي بريفرنسز ليا أنا. وفي الآخر بالتعود والتعامل مع العميل أو التعامل مع هو إيفر أو حتى بتعامل مع نفسي أنا، بسنس الكلام ده وبطلع الحاجة اللي هي شكلها حلو ومقبول بالنسبة لي. ممكن أقوم أغير هنا شكل الستايل، خليها بنفس لون الباك جراوند، ممكن اخليها واير فريم، فهنا انا خبيت الفيسز واتبقى الادجز. هنا رجعتها تاني ملونه هنا بالتكتشرز، بس انا ما عنديش تكتشرز، انا عندي انا شغال ابيض واسود عادي جدا. وهنا عندي الستايل لو بتاع الاكس واي، انا عايز اجيب الاكس واي اللي هي شفافه، فستيل الفيس موجود والادج موجود، بس انا شايف من ورا دي ليها استخدام، دي ليها استخدام، دي ليها استخدام، كله صح. وبستخدم اي واحده فيهم في اي وقت. ده بالنسبة للجزء بتاع الويندو والبريفرنسز. ممكن تعالوا نغير هنا كمان شكل الشيد والشادو. انا ممكن استخدم حاجتين هنا، ممكن استخدم هنا لو انا حافظ ممكن بطلع بالخريطة واطلع الوقت واطلع، ممكن ابليس المكان واطلع الاكيوريت شيد اند شادو بالظبط على حسب اللوكيشن انا شغال فيه. ممكن اشتغل عليها ان هي فيرتشوال يعني افتراضيه من عندي انا، وهنا بيغير الوقت اساسا. ندوس الشادو الاول هنا بيختار الوقت اللي احنا قاعدين فيه اللي انا حابب اظهر فيه الكتله والتاريخ، لان لما باجي بشتغل عايز ابين مثلا هو في وقت اوقات بيبقى ظل عالي قوي اللي هو على حسب ما الشمس فوق
فوق المبنى ولا على ولا هي على جنب المبنى ولا هي في أي اتجاه بالظبط، انا بغير من الكلام ده. وهما دول مين لي حتى لو بعيدا عن الحته الساينتفك دي، اللي هما الجماعه الشباب بتوع اللي هما بيعملوا اناليسز للسان دايجرام بالظبط، لو بعدت حتى عن الحته دي، انا بختار الحاجه ان هو انا مثلا لو انا هاخد اللقطه بتاعتي كده من حته الكاميرا هنا، يبقى الشادوز من الناحيه التانيه، وبزود وبقصر في طول الشادو بالطريقه اللي هي تظهر لي المبنى والكتله بتاعتي. ممكن كمان ان انا بتقل اللي هي الظل والظلال، بتقل الظلال شويه الدنسيتي بتاعتها على المبنى او على الارض. وممكن ان انا في الاخر برضو ان انا طول الوقت ابقى قافل ده واقوم، احنا كنا دايسينها من الشيد والشادو، ممكن اقفلها خالص فما تبقاش باينه، وادوس على يوز سان فور شيدنج هنا، فهتديني نفس الايفكت بس من غير ما تبين لي ايه الظلال دي، فكأن انا جوه استوديو وقافل عليا وقافل على الكتله وقاعد شغال وبغير في كل حاجه، بس مش مبين شكل الشمس ولا الشيد ولا الشادو ولا اي حاجه خالص. دي ممكن استخدمها، يبقى مشروع تقيل شوية، بس في أغلب الأوقات بستخدم دي، وبستخدم دي لما بعوز إن أنا أظهر الشغل بتاعي. أحيانا من كتر ما بيبقى شغل تقيل والكومبوننتس كتيرة في المشروع، ما بقدرش شغال طول الوقت بالمود بتاع الشيد والشادو ده خالص، بيتقل الحركة جدا، فبشيله وبشتغل ممكن بال use sun for shading، اللي هو هيئ لي إن هو اسف ان الشمس موجوده فالاضاءه موجوده، ولما بخلص باخد اللقطه بتاعتي وكريت السين عشان اسيب اللقطة، اهو الستايل هنا ابتدي اظهر الظل والظلال الشيز والشادوز بالطريقة اللي هي تظهر الشغل المعماري بتاعي، او بتبين ال 4D بتاع المبنى، بتبين بروزاته والحاجات الغطسة والحاجات الباينة والفروق ما بينها والتفاعل والانتراكشن ما بين الماسز، اللي هي في الآخر اللانجوج اللي أنا استخدمتها في الديزاين دي كانت إيه. خلينا نحط شوية مثلا شادوز، نحط، أنا آسف، نحط شغل على الـ Preferences، أيوة الأرض هنا من تحت،
نخلي الاكستنشن 10 الان بوينتس نخليه مثلا 3. تعالوا نشوف شكلها ايه. دي خليها 15. هذه الأول كل ده تبع الستايلز. شادوز ظبطناها. هنا بختار الستايلز بتاعت الستايلينج بتاع الباك جراوند بتاعي اللي انا شغال عليه. انا عايز اشتغل على ديفولت ستايلز خلفية بيضاء، حاجة conceptual خالص، خلفية بيضاء ماسس بيضاء واشتغل عليها او ملونة يعني، بس الحاجة conceptual، ولا انا عايز حاجة فيها سما وارض، ولا الشكل يبقى كده مثلا. ممكن اغير في التكنيك ده تماما واقوم اخش على تكنيك السكتشنج. فممكن مثلا انا عايز بقى استخدم بقى الدنيا تبقى كده كاني شغال على ماركر، الكتل بتاعتي تطلع كأنها هي على ماركر مثلا، ولا هي حتى وكاتب ان هي ماركر تخين ماركر صغير. وطبعا بتبان هنا الايد، التاتش بتاع الايد هنا باين، مع ان انا رافع الحاجة ريجولر، بس هي باين عليها ان هي كيرفي واخده الشكل كأن هي انا اسم السكتش ده بايدي ومش رسمه على كمبيوتر. ممكن نقلب الدنيا خالص بقى واخليها الخلفيه كلها غامقه والخطوط بيضاء، واغير بقى واتبع هنا واخدها زيتي. ممكن انا اخليها اسود، وستيل برضه انا شايف الشيد والشادو، ودي بتفرق على حسب هو انا ببين ايه وعايز ابين ايه وانا شغال على ايه، وده هطلعه لايه، للستاديز ولا هطلعه حاجه كونسبتشوال خالص في الانسبشن مود، ولا حاجه لي انا العميل اللي قدامي هو متفاعل مع الكلام ده، انا عايز اغير له في الاشكال وابهره. بس ستيل لازم في الاخر بحط قاعده في دماغي ان هو انا اللي بسوق البرنامج مش هو اللي بيسوقني. انا في الاخر بستخدم الكلام ده بالطريقه اللي هي توضح للناس الفكره بتاعتي. فواتيفر انا عايز ايه بعمله هنا، هو مفيش حاجه رول وما فيش اتس ماست، في تيست وفي بريفرنسز، ودي بترجع للتيست بتاعي وبترجع للطريقه اللي انا بقدم بيها الشغل بتاعي وعايز اظهره وعايز ابين ايه للاند يوزر، للكلاينت، اللي هو الشخص التاني اللي بقدم له البرودكت بتاعي. دي سريعا كده احنا بصينا على الستايلز اللي هي الجزء على اليمين ده، ازاي استخدمنا الشيد والشادوز، واستخدمنا الاديتنج والبريفرنسنج للشكل السكتش والماس وازاي طلعناهم. انا عمال بلعب هنا في قعدت عملت روتيشن كذا مره، بس اوريدي انا مسايب السين على ستايل معين على شكل معين فهو رجع تاني. فانا مش قلقان بقى من اللي انا بعمله ده، لان في الاخر انا عمال العب، ما محتاج ابص على حاجه، عايز اظبط حاجه هنا، عايز اتاكد من كل حاجه، بس انا مسيب الشط بتاعتي فبرجع لها تاني. ده كده احنا ده ايه كده البدايه. لو احنا نيجي بقى نبتدي نشتغل، فنختار مثلا ستايل دلوقتي مسحت. طب نرجع للكلام اللي انا قلته، فهخش على ويندو، بس طبعا مش انا هعملها في مره واحده، بس هي المفروض تتعمل تبقى اكيوميليتيف يعني، مثلا كل مجموعه خطوات وما اعمل الحركه دي، اخش على statistics واعمل purging. بصوا على هنا الماتيريالز والماسس قلت، فرجعت تاني لان انا مسحت، فما عملت purge هو شال كل حاجه خالص من الموديل، ورجع الموديل تاني خفيف. طيب احنا نبتدي بقى ايه؟ احنا الميجرز فين؟ طب شغالين حاجات سكتشي، الميجرز موجوده فين؟ لما باجي بشتغل مثلا هنا انا ماشي برضو ستيل، انا مش محتاج شورت كاتس ومش محتاج اي حاجه خالص ولا ماستر ولا اي حاجه، هو مديني سنابس ومديني جايد لاينز امشي عليها. انا بشوف الدنيا دي ماشيه فين، هو بيقرب لاقرب زاويه بيشتغل على 45 90
وبيشتغل على خطوط مقفولة دايما، وبيديني الميد بوينت والسنتر لو انا حتى ما حددتهمش. فهو لو احنا مثلا جينا رسمنا حاجة كده ريكتانجل، عايز اجيب الميد بوينتس، مش هقيس، انا لما هقرب كده هيديني سناب هيقول لي ده ميد بوينت. ادور هنا اهو، ده كده نفس الكلام. طيب انا على ده تقسم نصين، انا لو عايز اقسم ده اتنين كمان، لما امشي كده الاقيه جاب الميد بوينت، وهنا نفس الكلام. فالسنابينج موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله هنبدا اول محاضرات سكتشب، ماسترينج سكتشب. هنبدا يعني رجعت تاني هنا، هنا ما عايز اجيب الميد بوينت بتاع الفيس ده، او موصل من نقطة لنقطة، ام جاب الميد بوينت، عايز اطلع في الزد. أنا مش عايز أبين بقى الخطوط دي خلاص، أنا حددت الحاجات اللي أنا همشي عليها والجريدز وبتاع وخلاص كده، مش عايز بقى، شكرا، مش عايز الكلام ده خالص. يبقى أنا عندي بس هيفضل الإفكت بتاعه موجود خلاص، وعايز مثلا أوصل الكلام ده في الـ 3D. كاني بس بالظبط لسه هو شفاف. طيب انا مش عارف، مش مبسوط انا من الشفاف ده الحقيقه. انا هخش هنا ديفولت ستايلز واقلبه كونسبتشوال، بعد كده هنخش شيل بروفايل، لان انا ما بحبش اشتغل على التقيل، على خط التقيل ده، فاشيله. ومحطة الاكستنشن بتاعي، بحب انا الشغل ده، لو اعمل 10 مثلا وخلاص شوية شيد وشادو. طول ما انا على الجراوند، يعني انا من فوق كده فيرتشوالي شايف الجراوند، هو بيرمي على الزيرو ليفل، بيرمي الشادو على الزيرو ليفل. لما بطلع بره كاني بشوف الحاجه من تحت، فخلاص بيفرجني كان الارض دي مش موجوده، بيوريني الحاجه من تحت. رجعت من فوق فبيوريني ان انا باصص من فوق، وبالتالي كده انا كاني شايف المبنى طايف في الهواء كده، انا شايف المبنى على الارض. انا نسيت الكاميرا اللي انا شغال بيها، بس انا مسيبها هنا وما ارجع لها هنا تاني. طبعا دي ما بقتش ايه ماشيه معايا مع الموديل الجديد، الشغل الجديد، فباخد دواء انقله من مكانه لو انا فاكر يعني كده. برضه ما جابتش ليه؟ لان ده سكيل وده سكيل. طيب يبقى ايه الحل بقى؟ يبقى انا اقوم طالع بره الويندو ده، زوم اكستند، باخد زاوية جديدة. قبل ما اخد الزاوية اغير الستايل، لان هو سايبها بالستايل.
محتاج أعدل حاجة تاني. شيل البروفايل أصلا. آخد الزاوية فين الشمس بقى، أظبط الشيل والشرب. ممكن أجعلهم من هنا لو أنا عايزهم موجودين هنا على المنيو بورد. ممكن أنا خلاص شغلي كله في الحتة دي، ليه يحني مفيش قاعدة خالص. ممكن أبص على كذا جهاز في نفس الوقت شغالين على سكتشب، ألاقي كل واحد مظبط الدنيا عنده بشكل مختلف. خلينا ناخد بقى ايزومتريك باد بروجكشن. هاخد ده كده، امسح الحاجة اللي ورا دي. اخد كاميرا باد بروجكشن، وانا مبسوط والله باللقطة دي كده. تمام تمام بس انا لعبت في الزاويه شويه، هو معدلها تاني بس اقوم سايب او ما اقول له على السين اللي انا عامله، اقول له ابديت. طيب استفدت انا ايه بقى؟ انا لعبت اهو الزاويه، لان انا مثلا عايز اظبط حاجه هنا او اشوف حاجه هنا مثلا في الموديل بتاعي، وبعد كده عايز ارجع الزاويه عشان اخد شط وانزل واطبع، اقوم ارجع ادوس كليك على سين 1 ترجع لي تاني. طب انا عايز اخد بقى، عايز سيف سي 1 وعايز اخد بقى لقطه ثانيه. احنا اخدنا واحده ايزومتريك، خلينا ناخد واحده كده برسبكتيف اكستند. خلينا ناخد كده ايه واحده كده من هنا، ودي برسبكتيف، ونستعدلها كده شويه بس عايز احافظ على الثانيه. يوم ادوس رايت كليك على سين 1 واعمل اد سين واقوم عامل ابديت وخلاص اتسيبت عندي. طيب ادي اول شوت انا هويه للكلاينت بتاعي، ودي تاني شوت. ناخد شوت كمان، يعني مثلا ناخد شوت ده مثلا. حلوة. او اجي هنا عند اخر السين انا اخدته، رايت كليك اد سين دي ابديت، ممكن اغيرها على فكره، اغير اسمها خدها كده بس. اقوم اجي مايله الدنيا بقى هيطلع شكلها كده، اقول له ده اول شوت، ده المبنى بتاعك، احنا هنمشي في الاتجاه ده، ودي لقطه ثانيه من هنا ببين له الحاجه، بقول له هنا هيبقى شكلها مسلوب بالشكل ده والانتري كده ومش عارف، وشكلها وهي معدوله بقى من الجنب يعني في وشك كده من الناحية الشمال هيبقى شكلها كده. ولو انا جيت، لو جيت بقى بصيت لها بقى المقلوب بتاعها من فوق بقى، هتبقى رامية الظل بتاعها على الارض اللي وراها، وهيبقى الحاجة بالشكل ده، ومديها فورم في سلاح متشافة من المباني اللي في الجنب، او متشافة على 360 بالشكل ده. فهي دي حاجة، ده كده شكلها من الشارع مثلا، حاجة اكستيرير، وكده حاجه بيردز اي فيو او بشوفها من اللاي اوت من فوق. ونرجع للقطه الاولانيه تاني هنا، والكلام ده كله بيتسايف في الاخر. ممكن اعمل بي انيميشن لان انا بسايف سينز شوتس، ممكن اعمل بي انيميشن، وخلينا نسميه كمان هنا رينيم، اسميها مثلا، خلينا نسميها احنا قلنا ايزومتريك، وخلينا نسمي دي بيردز اي. خلينا نسمي دي ااا
نسميها دي من فوق، خليها بيرد اي 2 مثلا. او بي 2 طيب نمسح بقى ده وتعالوا بقى نبتدي ايه نطبق على حاجه رياليستيك. لو بنتكلم على مبنى اداري احنا بنتكلم مثلا الموديول بتاعي بيبقى هنشتغل مثلا على 8 متر او 8 ونص او 7 متر ونص، فخلينا نشتغل اسهل حاجه دلوقتي 8 متر. فانا بقوم جاي راسم كده مثلا، بس في الاول عايز اتشكل الدنيا هتبقى ماشيه ازاي والسكيلينج هيبقى شكله ازاي. فاخد خط كده لان انا ماشي لسه في شغال بسكيلز كبيره واحجام كبيره. طب انا عايز اشتغل على القد بالظبط على المبنى، على شكل المبنى الحقيقي بقى. انا شغال ملي ميترز بالمناسبه، فانا هشتغل هكتب 8000. 8000 طلعت قد كده. لما اجي اعمل زوم اكستند يقوم يجيب لي دي شكل الموديل، الشكل بدايه الجريد بتاعتي اللي هطلع منها الشعر عليها بيس. بعد كده ما اجي اقيس 8000 اللي هي 8 متر. طب هنا شكل ال دي دايمنشن 8000 تمام. يبقى ايه انا بتحرك في السبيس ده، يبقى انا كنت واخد حاجه كبيره قوي. طيب نمسح ناخد هنا ايه 8 as a reference. بس انا ببتدي ايه دلوقتي بعمل لاندنج، بعمل اون بوردنج على الـ على الـ على البلاتفورم على البروجرام، وبشوف انا السبيس اللي انا شغال عليه قد ايه، وبحس بالسبيس والفراغات والنسب والمقاسات. طيب انا خلاص كده ده تمام، انا فهمت المواضيع هشتغل على ايه. خلينا نقول مبنى اداري العرض بتاعه خلينا نقول مثلا 24 متر. هو اداني هلاقي هنا الاند بوينت اهي. كل ده بشتغل من غير قلم ولا مسطره ولا شورت كاتس ولا بريفرنس ولا بديتم ولا باي حاجه. هيس كده 24000 اللي هي 24000 ملي. طيب وال ومثلا هنا خليهم الدبل ليتس سي 48 يبقى 84 اند بوينت. يظهر ان انا عامل الفيلد فيو واسع شويه، فخلينا نشتغل على البارل بروجكشن. البارل بروجكشن ما هاجي هوصل ده بده وهمسح الزياده ديه واجي اقيس بقى كده سريعا. حلو اوي. طيب أول حاجة أنا محتاج مثلا نقول الارتفاع 3 متر، 3 متر 20 يبقى أنا عايز مثلا بوديوم تحت، فيبقى ده دورين 6 متر 40.
بس لو بوديوم مثلا، لو انا استخدمه كوميرشال بعيدا عن الريجليشنز والارتفاعات والهايتس، لو عندي الدنيا مفتوحه فانا هاخد البوديوم مثلا، هاخد اول دورين مثلا على ارتفاع اعلى من بقيتهم، فمش لازم يبقوا تيبيكال، عشان وخلينا نشتغل مش تيبيكال عشان يبقى البوديوم حاجه والتاور حاجه تانيه. فخلينا نتكلم مثلا ان انا هتكلم في 4.5 و4.5، فيبقى مجموعهم 9. بعدين بمشي كده، هو بيقول لي على اللوكيشن. بالسنابينج بوصل للنقطة التانية. بعدين أعمل بقى أول حاجة خالص، بعد ما عملت البوديوم سيلكت الفيسز بتاعته واعمل رايت كليك واعمل ميك كومبوننت، واسمي الكومبوننت ده ادمن بوديوم. ليه عملت كومبوننت؟ عشان ده انا هشتغل عليه، على هعمل عليه سكتشز على جنب، هقعد انحت فيه على جنب دلوقتي، فهبعد عن ده او انا هاخد كوبي منه، فما يبقاش الادجز والفيسز تلزق في بعض. طب ايه اللي انا بقوله ده؟ خلينا ناخد ده كده نجرب. لو انا ما كنتش عملت الكومبوننت واشتغلت كله على بعض، ادي ده انا هشتغل على ده كده وهو موافق. ده 28 ادي التسعة متر بتوعي. لو انا عايز اشيل ده اتحكم في ده لوحده مش هعرف، لان هو مربوط بده، عشان اشد ده كده اعمل له موف هيقوم شادد مع الفيس اللي هناك. لو الفيس ده كده بعد ما قسمتهم موديولز هاجي اخده على جنب كده عشان اشتغل عليه، هيقوم ايه عامل سلايدنج عليه هنا، او هياخدوه او هيطلعه خالص، فاستيل هو اتاتشد للبيج ماس، فمش هتنفع. اجي اشتغل على فوق على جسم التاور ذات نفسه، عايز اشتغل عليه ما فيش، لازق في الـ في في الـ في الـ في الـ في الادج دوت، فبقى اسمه وات ايفر، تلت تلتين او ربع وتلات ارباع، فهو ماسك فيه فوقتهاش دي، فانا مش عارف اتحرك فيه. اخد الفيس ده واشتغل عليه. طيب انا مش عارف برضو، عمال عامل سلايدنج وغير لي الجريد بتاعتي لان دي خطوط، فانا ما هيبقى شكل الدنيا كده، هو غير خالص، ممكن يجي ومبوظ لي الفتحات اللي انا عاملها هنا. عشان كده بقوم شغال على الحاجه ان هي بقسم المشروع بتاعي كومبوننتس، وكل كومبوننت باخده على جنب وبعمل له بحوله كأن هو بلوك، وفي الاخر لو هو خلصت البيلدينج بقوم بحوله لجروب. فادي اول جزء فيه. تاني جزء اللي هو التاور ذات نفسه، بعدين هعمل له اكستروجن بالسنابينج هنا، واخد اعمل له سيلكشن واعمل له ميك كومبوننت اسميه ادمن تاو
ايه بقى، انا استفدت ايه بقى؟ ما ده موجود اهو، وده مين ده؟ انا استفدت ان انا ممكن اخد ده كده على جنب واشتغل عليه لوحده بعيد عن البوديوم خالص، وستيل الاتنين على نفس الجريد. فهنا كده كده، وده البوديوم. انا هاخد بقى جريد تاني خالص، هاخد هنا على الادج دوت، رايت كليك واقول له ديفايد على 3. سوري، خليها على 5. فما بقاش ده اتاتش، ده شغال على جريد وات ايفر اللي بتكلم على ستراكشرال جريد مختلفه او ديزاين جريد مختلفه، وده سيبريت عنه، ده شغال على حاجه تاني. اقدر اتعامل مع ده لوحده، ممكن اشد الفيس بتاعه فيبقى انا بكبر المبنى، عكس هنا انا كنت لما باجي باخد ده كده كان بيقوم ساحب كل حاجه معانا، ان كل حاجه اتاتش. ممكن هنا على الجريد اللي انا عملتها مختلفه دي اقوم جاي شايل باي بحالها، ومثلا جاي هنا حولت شكل التاور كده. الكلام ده كان ممكن ينفع هنا، بس هنا هقوم جاي انا مش هعرف اتحكم في دوت ده، انا ستيل ممكن اعمل له مير. يعني اجي هنا هعمل ميرور للتاور، بس عندي في البلجنز هنا موجود عندي الاكستنشن بتاعت الميرور، او اخد كوبي واعمل فليبنج الناحية التانية. ده برضو ده بيشتغل وده بيشتغل. ف let's say ان انا مثلا هقوم جاي كده واعمل فليب، فده بقى تاور، ده بقى تاور، ده بقى بوديوم سيبريت. ممكن ازوده شوية 8 متر، اعمله هنا كده واشتغل عليه، وبقى ده حاجة وده حاجة، الاتنين دول مع بعض شغالين فوق لوحدهم كبلوكس سيبريت، مش اتاتشد مع الفيسز اللي موجوده تحت، بتعامل معاهم از سيبريت انتيتي، ليهم الكاركترستكس بتاعتهم، ليهم الجريد بتاعتهم، structural او architectural، بعيدا تماما عن البوديوم. انا مش ممكن اخد من ده مالتيبل كوبيز بعيدا تماما عن البوديوم. مش هيحصل ان هو الكومبوننتس هتتعارض مع بعضها او الفيسز هتانترسكت مع بعضها، ممكن اقرب منهم كتير. ده خلاص بقى هو خطوط مرسومه عليه، وانا بقيت مربوط بالشكل ده، والتعامل معايا على ليفل الموديفيكيشنز بيبقى صعب. يعني انا لو جيت مثلا، انا لو جيت قسمت اللي تحت على 5 جريدز واللي فوق على 4 جريدز، وبعد كده جيت اخدت تاني، ما السلم ده ممكن ارفعه على فكره. يعني ده ممكن كده اجي اقوم جاي ايه رافعه تاني، واقوم شغال عليه
ان هو هياخد جريد تانية مثلا، فانا ما بقيت يعني انا مش هيبقى كله اتاتش لبعضه، وبعدين هضطر ان انا ممكن يعني الديزاين ده مش هيبقى فليكسبل معايا في الموديفيكيشنز كتيرة. ممكن الفيسز تنتسكت مع بعضها، بلس لما هاجي اعوز مثلا ان انا اقوم اخد الجزء ده، وعندي مثلا، وهنا بنتكلم على الصويعة، لو انا عندي مثلا انا الجزء ده هاخده هعمله هنا مبنى تاني. خليني بس نقلل الشادو شوية. فلو انا هاخد مثلا الجزء اللي فوق ده وعايز اشتغل عليه هنا في مبنى تاني، انا ما بقتش ينفع ان انا اعمل كده. يعني انا هقوم جاي واخد ده كده، مش هعرف اعمله كات لان مفيش كات، ولا هاخد له كوبي، ولو اخدت له كوبي هيقوم جاي معايا يشتغل المبنى، بس انا عايز امسح اللي فوق بقى. طب انا عايز مثلا اشتغل على ده، واللي انا اعمله هنا يسمع الناحية التانية، ودي ميزة الكومبوننتس، ان انا اللي بعمله في واحد ما بيطلع بيسمع الناحية التانية، وبالتالي بيسرع معايا في الوقت شوية، بيسرع معايا كتير اكشولي. يعني انا ممكن اعمل مالتيبل اوف كومبوننتس من على كومبوننت واحد بس، لكن هنا انا هاجي اعدل في ده مش هلاقي تغيير بيسمع هنا. ده حاجة وده حاجة وده حاجة. طب نرجع للكمات اللي احنا واخدينها. بعيد قوي، لان احنا كنا شغالين على سكيل تاني كبير. طيب خلينا بقى ايه نابديت الكلام ده. يبقى الايزومتريك هخش على الكاميرا تاني، البارل بروجكشن، خداني الايزومتريك، وهم جاي هنا اعمل له ابديت، بعد كده بيردز اي. ويسي على الأرض. وماخده هنا أبديت. بعد كده هاخد من فوق اللقطة التالتة. وتبقى ممكن أخليها زي ما هي كده، أو أخليها زي ما احنا كنا ماشيين بارل كده. طب نشوفهم بقى اللقطات. انا نسيت اول لقطه اهي، تاني لقطه، تالت لقطه. همسح ده واقوم اخش على الويندو، موديل، انفو، ستاتستكس، بيرج، لان انا مش محتاج اقول تاني، انا خلاص شرحت اللي انا عايزه. بقى عندي ده الشكل اللي انا عايزه. اعدل في الجريد، هيسمع في الجريد التانية. الجريد دي خليني اظبطها. فبعمل سيلكشن، لو دوست على خط واحد اي حاجه دوست عليها هي بتعمل وان كليك سيلكت. طب انا عايز اختار كذا حاجه في نفس الوقت، هو الخط ده والخط ده، فبدوس على كنترول. نفس الاوامر اللي موجوده في السكتش اب هي موجوده على الفوتوشوب، موجوده على 3 دي ماكس، موجوده في كل حاجه. هي تيبيكال، نحاول قدر الامكان احنا ما نغيرهاش، نتعامل معاها ونسيبها زي ما هي. لو هنغير نغيرها في كله، لو هنتعامل معاها زي كده نتعامل معاها زي ما هي موجوده باي ديفولت. في الغالب معظم الديفلوبرز بيختاروا السيتنجز المريحه ل 80% من الناس. اغلب الناس لما بتتعامل مع الحاجه ما بتغيرش البريفرنسز
البيزك اللي هي انستول مع البروجرام اول ما بسطبه خالص. انا بعد ما عملت السلكشن ده هرجع الجريد دي تاني، فانا عايز ديتا دي هي دلوقتي ممكن حركة يمين وشمال، فانا هدوس شفت عشان بس اتاكد ان هي تبقى ماشيه على المسطره، واديها ديتا من اللي هو اللي تحت ده كده، وبعد كده عايز اخد منها كوبي، هدوس كنترول، هجيب ديه الجريد التانية، همسح التو جريدز دول اللي انا مش عايزهم، اتاكد من القياسات. انا ممكن اتاكد بالمسطره طبعا لان ده كومبوننت فبيسمع الناحية التانية، اتاكد بالمسطره ده 69، ده 69، اتاكد من اللي تحت كمان ان انا ماشي الدنيا تمام. 69 اهو، الصورة التانية اكيد هتبقى زيها خلاص. 69 حتى دايمنشنز طلعت الناحية التانية اهي، لما جيت اخدت دايمنشن هنا لان انا فاتح الكومبوننت دوت، حتى لو اخدت حاجة بعيدة عنه هي بتتحس هنا وبتتشاف وبتنزل في نفس اللوكيشن. يعني انا لو جيت قسمت ده العمارة، ده التاور، انا قسمت هنا، جيت قمت قاسم حاجة هنا، اما طلعها لي الناحية التانية، هو بيشوف، هو ملوش دعوة، انا هو ما يعرفش انا بفكر في ايه، وبالتالي هو بيطلع الحاجة في نفس اللوكيشن اللي انا بشتغل فيه. التاني ممكن مثلا على سبيل المثال ان انا اعمل حاجة conceptual، مثلا ان انا قمت عملت بلوك تاني عمارة تانية هنا، ودي ميزة الكومبوننتس ان هي بتخلي الوقت، يعني بتطلع الحاجة، ممكن اطلع حاجتين ثلاثة multiples of objects او solids او masses في نفس الوقت identical و typical مع بعضيهم، وعمل لهم repetition along the space واغير فيهم instantly في حاجة واحدة فيسمع في بقية الحاجة عن طريق الكومبوننت. عايز امسح ده فبعمله سيلكشن وادوس ديليت، ومش لازم اخش على موديل انفو دلوقتي علشان اشيل الحاجة، يعني مش هقعد اخش كل شوية بعد كام كوماند كده وكام حاجة اظبطهم ابقى اخش اظبط القصة دي. ده شكل التاور. انا هنا الاضاءة بتاعته مش لطيفة، فانا هشيل ده، اخلي الاضاءة هنا سان لايت، وبعد كده هغير الستايل خالص، ده كده احب ده لان ده فاتح عندي شوية، واخش اعدل الاكستنشنز. بعد الستايلز اخش على الشادوز، ارمي دي الله كده اختلفت، بس الظل تقيل قوي. افتحه عشان يبين الماس. انا لما باجي بعمل بوست برودكشن او بشتغل حاجه بلس هي ادد فاليو، هي عشان تبين لي الديزاين مش عشان تخفيه، فما استخدم الوان كولرز ستايلز وات ايفر، انا عايز استتكتشرز اراوند حاجه وات ايفر، انا بستخدمها علشان استفيد بيها انها تظهر الحاجه بتاعتي مش علشان تخفيها، مش تطغي عليها. نرجع بقى هنا تاني بقى للتاور ده بتاع الاوفيس اللي احنا كنا قاعدين شغالين عليه، وهقوم بقى مقسمه 23. أتأكد من القياس ده 23 تمام. طب أعمل إيه بقى؟ طب ما أنا أرجع لنفس الكلام تاني، أنا عايز أكرر بقى الأدوار دي لأن أنا هعمل تقريبا نفس الديزاين كله، يوم أرجع أحولها لدور واحد
اعمل لها مالتيبليكيشن، ادوس كنترول وهنا ادوس على الاند بوينت واعمل مالتيبلاي مثلا 8 15 دول. هنا ما سمعش بداية لان سيمبلي انا اتعاملت ان ده سيبريت وما دخلتوش في جروب، ومن جوه الجروب قمت عملت مالتيبليكيشن للكومبوننتس. طب نرجعها تاني، ده كده اتس كومبوننت، اخش افتحه واحول دوت لكومبوننت، وبعد كده اعمل المالتيبليكيشن. سمع الناحية التانية. طب لو انا عايز مثلا اقلل مش عايزه واخليهم ايدنتيكال، هاجي على واحد لا مش عايز اخليه ايدنتيكال، رايت كليك واخليه ميك يونيك، وبالتالي فتح وبشيل عدد الادوار اللي انا مش محتاجها مثلا او انا عايز اشيلها، واقفل الكلام ده خالص، وارجع تاني هنا لان انا غيرت الستايل، رجعت للكمال بتاعتي. بس مش ظابطة الستايلينج هنا، مش ظابط عشان انا غيرت ومعملتش ابديت للكاميرات. وما هخش تاني هنا على الستايلز، غير الاكستنشن خليه 3، فتح هنا واعمل ابديت. هنا بيقول لي ابديت سين وسيف از كوبي، يعني سيف از نيو ستايل. يعني عايز اري رايت اوفر الستايل القديم، اقول له كده هو سيف. لو جيت حولت هنا هيطلع بالستايل القديم، هنا بالستايل الجديد اللي انا عملته. معدلين في دي ولا فيلد فيو؟ بعد كده بوينت برسبكتيف اظبطها واعمل ابديت. على الستايلز ومغير شيدز وشادوز، لأن الكاميرا بتبص هنا فلازم الظل يبقى جاي من الناحية التانية. واقول له ابديت. بروح لتالت ستايل. غير كل حاجة تاني. رجعت هنا ظبطت الشوتات بتاعتي، راجع عليها في اي وقت، ظبطت الستايلينج بتاعها. والديسبلاينج بتاعها برجع تاني بقى للديزاين بتاعي. دلوقتي مثلا ده هو التاور. لو بنتكلم اول حاجه انا لما باجي بشتغل ماسنج، بشتغل من بعيد وبعد كده بخش بالديتيلز واحده واحده. فانا هعمل التاور بتاعي كده مثلا،
وعايز اغير شكل اخر البلاطين، فانا هاخد اخر تو كومبوننتس وعملت سيلكشن عليهم وهعمل ميك يونيك، ودول كده بقى بيشتغلوا لوحدهم، وهم عامل بوش ولمسهم بده وكأني عملت بيرج. وهنا هحط الخطوط بتاعتي اللي هي الجريدز، يا اما اخدها من هنا يا اما يعني يا اما اعمل كده مثلا كأني برسم، لو انا مكسر ان انا اقيس واخدها من ديتم او ان انا اقوم جاي من الاند بوينت واقوم عامل 69. عمل لها مالتيبليكيشن، هو ده كده مالتيبلاينج اند بوينت واند بوينت، وادوس مالتيبلاي وادوس مثلا 3. هنا اقوم جاي في الحته دي على قد البلاطه مثلا 500، وصل ده كده، واقوم عامل الكانوبي تحت التو. بعدين عايز اعمل عمود او let's say mass مثلا، ناخد face واديله thickness فنيا، نقوم مغيرين في الشكل بتاعه. انا هاجي هنا ميد بوينت ميد اوف ذا ميد، وبعدين هقوم مديها حتى شامفرد واعمل الدنيا بالشكل ده. تاني بص على الدنيا عاملة ازاي، اخش هنا هقسم، هشتغل على واحدة بس هي هتسمع في كل المشروع، او مقسمها لان المكتب مثلا هشتغل على 34، هشتغل على واحدة. طب ناخد كده، لو انا جيت اخدت دي كده خدت منها كوبي هنا، انت جاي كده 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 هتسمع في كل المبنى. هاجي في دوا مدي السكنس، نشتغل على النص متر دي، وبعدين نقوم عاملين برضو من فوق نشتغل عموده كمان مثلا، خلينا نشتغل دي كده 300 وامسحها واعمل زوم اكستند، فادتني ايه التقسيمات بتاعتي. احنا شغالين حاجة ريجولر لحد دلوقتي، مش شغالين حاجة ايه ان ريجولر. لو انا هقوم جاي على دي تيبيكال بيز، خلينا نقسمهم هنا الاتنين اللي احنا واخدينها 9 اللي هي دبل هايت وتبقى، انا لسه مش عارف الكاركتر ايه اللي انا هشتغل عليه، بس خلينا نقوم نقسمها
ديزاين موديول كده كده، فبقسم الفتحات بتاعتي مبدئيا كده. بقى انا عندي ماس جاهزه متقسمه، انا ممكن اخدها دلوقتي اطبعها واشتغل عليها بايدي، وارجع اشتغل عليها تاني ادخلها على السكتش، واقعد اعمل انهانسمنت للموديل. يعني ناخد لقطه كده اليفيشن، ممكن اخدها كده برسبكتيف، ممكن اختار هنا من ال هنا هو ده بارد، بجيب فرونت اليفيشن وقوم جاي هنا أزود ستايل، أعمل أبديت وأخد يا رينيم. لو أنا هعمل مثلا، لو إن هو ده بلان تو بي أن أنيميشن، فأنا محتاج السينز دي ليها ترتيب. في كل الأحوال مثلا أنا ممكن أغير مكان ال، او لو حتى هعمل ريندرينج او هطلع ال هاكسبورت الشوتس كلها as a scene as a movie scene separate scenes واطلعها كلها، فلازم اقوم واخدهم كلهم لحالهم بالتسميه ومرتب الشغل بتاعي، الاليفيشنز على جنب، السكشنز على جنب، الشوتس على جنب، ان كانت ايزو فري شوتس ولا ايزومتريك، كل حاجه متقسمه بالترتيب علشان تبقى الحاجة عندي كده مترتبة، ولما أعمل إكسبورتنج ما تعبش وتطلع الحاجة مرة واحدة وتبقى متشاف. أنا أخدت الحاجة خلاص كده، بقى المبنى عندي جاهز، ممكن أزود بقى فيه شوية وات إيفر، ممكن أوخ خد هنا مثلا. هنا هيظهر عندنا مشكلة لما هاجي هاخد دي كده أعملها كانوبي، هتاخد كوبي هتطلع دوبليكيتد. ليه بقى دوبليكيتد؟ لان انا دوست اخترت one component، الكومبوننت دي is a clone from this component، فانا لما باخد copy from الكومبوننت دي انا كاني باخد copy كمان من الكومبوننت دي فبيرفعها. فالحل ايه؟ يا اما اخد دي بس انا عايزهم يفضلوا كده ان انا هتعامل عليهم، يا اما ارسم فوقيها اطلع خالص بره وما ارسم فوقيها بس يعني ليه المجهود ده؟ يعني ما اقعد امشي عليها كده 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 مجهود، وما اخش هنا واقول له make component وبعد كده اخدها. ده انا بشوف ده مجهود، نخش واسم عليها. انا قسمت عملت كل حاجه وممكن كنت خلاص كده. لا طب ليه؟ طب ما هي مرسومه. طب انا اخش اجي كده اخد ده كده واخده اخد منه كوبي هنا على جنب، بعد كده اقوم داخل جواه عامله ميك يونيك، واخد هنا الفيس اهو واشيل الكلام ده اقول له بيست ان بليس، اقوم اخد دي كده جاهزه ومش سلايسد، طبعا في المكان اللي انا عايزه. وديها التيكنس بتاعها شيل الادجز دي و
وهاخد هنا بقى هعمل كوماند الاول ما نعمله من اول ما بدأنا، هناخد الاوفست هديها الثيكنس كده، هديها اوفست let's say 1.2 مثلا، وبعد كده اخش اشيل الحته الزياده دي. هو عمل ايه؟ وما اخدت اوفست القلم هو زي السكينه، انا بحدد بيه على الادج، ممكن اسيبه زي ما هو، ممكن استخدمه از ديتم، ممكن استخدمه ان انا بعد كده هاخد عليها سماري جريدز، وممكن يبقى زي الادج الكاتنج ادج اللي بعد كده هو ماخد هعمل لها سبتراكشن او اديشن. كان ممكن اطلع يبقى سوليد ومطلع منه انا عملت سبتراكشن. انا ممكن اخد نفس الفيس اللي عملت له اوفست دوت ومطلع بيه تاني، اخد اوفست كده ومطلع بيه اللي انا عملته، ان انا اخدته بالنيجاتيف لتحت وعملت بالسناب فعملت سبتراكشن. شوف انا عملت ايه بقى. تمام حلو. اعمل لها بقى عمودين، اخش على السيركل، شوف السنتر فين، هقسم ديتم لمكان السيركل، تالي السيركل هتنزل في الميد بوينت بتاع ده، الميد بوينت هنا، والمفروض ان هم اساسا يبقوا طالعين من الصح بتاعهم، هم طالعين من الادج بتاع الاستراكشر بتاع الاستراكشر سيستم بتاع المبنى، الا اذا لو كانوا دول حاجه فيك مش هم اللي هيشيلوا الاساسيين اللي هيشيلوا الكانوبي اللي انا عملتها. اقوم هاجي هنا اخد السيركل ده اخدها في كومبوننت create من السنتر بتاعها، بحطها على اللوكيشن الاكيوريت لوكيشن بتاع الاستراكشر. انا ممكن الاستراكشر بتاعي يكون اساسا داخل لجوه، اخد منها كوبي بعد كده امشي على الاستراكشر جريد بتاعي، اخد مالتيبل كوبيز هي عند اي واحدة، اعمل لها اكستروجن حطيتها، ممكن اديها شوية بانلز لو هي مثلا مكسية اليكو بوند مثلا، اخد هنسمع في كله، ممكن اعمل فيها حركة اجي هنا
من فوق اخد اوفست. انا هنا مظبط الاستراكشر على فكره ومظبط الدايمنشنز هطلع كده، بس خليني اظبطه. طبعا ده اوت اوف سكيل. اجي هنا عشان تبقى طالعه معايا مظبوطه، لازم اخدها اشوف هعمل لها مالتيبلاينج على قد ايه من البوينتس اللي موجوده. فهاجي على 1 سيجمنت وادوس رايت كليك ديفايد واختار بقى. انا مثلا هعملها ايه، كل تقريبا 2 متر. ياخدها حول الكومبوننت، كومبوننت جو كومبوننت جو كومبوننت، خدها كده from the end point حطها على السنتر اللي هو الداتا، بعد كده اعمل لها المالتيبليكيشن. ودي الثيكنس من ناحيتين طبعا لان انا شغال على السنتر. هاخد شوت كده بقى من هنا كده. ايه تقريبا خلصت المبنى بيزك خالص، باخده بعد كده عندي فرصه ان انا اطبعه واقعد اشتغل عليه. عندي جريدز موجوده اقعد اغير في الديزاين بتاعه، بقى في عندي حاجه ديتا ممكن اشتغل عليه ان هو ده كونسبتشوال بيطلع الماس ليها الستادز بتاعتها ليها الفيوز بتاعتها. انا شايف المبنى دلوقتي في مرحله الانسبشن، طلعت الميز ظبطت المقاسات بتاعتي ظبطت الارياز والفوليومز والبيلت اب اريا والبروزات وكل حاجه، عرفت الكونفجريشن بتاع الماس بتاعتي هيبقى شكله ايه، علاقه الماسز ببعضها المختلفه يبقى شكلها ايه اللي ادوار ترتيبها. اقدر بعد كده اطبع الكلام ده على ورقه وابتدي اشتغل عليها على سكتش وابتدي اشتغل عليها واظبط فيها واشوف انا هعمل فتحات فين، هعمل طبانات فين، هعمل الجلاس فين، لو وات ايفر الستايل اللي انا هشتغل عليه. فانا خلاص المس واضحه، ممكن اغير فيها خالص اخليها مثلا مور فيها موفمنت اكتر مور دايناميك، اخلي الحاجات شامفر تيبرد اخليها ازاز اشطف فيها اكتر اغير فيها اكتر. بس بقى عندي ستيتمنت بسيطه واضحه انا شايف دلوقتي الدنيا بتاعتي ومنها اقدر اتحرك واخد الحاجة لليفل تاني اعلى. ده بداية الموضوع في السكتش اب، ده بداية الشغل، بداية ما بشتغل برتب الافكار بتاعتي ازاي، باخد الفيوز بتاعتي ازاي، بحسب الحاجة ازاي، كل حاجة. انا ما احتاجتش ان انا ارجع للاوتوكاد، ما احتاجتش ارجع لورقة وقلم،
محتاجتش اجي للكالكوليتر، محتاجتش اعمل اي حاجه ولا اجيب داتا من اي حاجه، كل حاجه انا عملتها within السكتش اب ويندو، كل حاجه انا اشتغلت عليها من جوه السكتش اب ذات نفسه، انا ما محتاجتش اي حاجه اكسترنال من بره. ايفن حتى البلجنز الكتير قوي اللي هي موجوده عندي دي تقريبا ما استخدمتهاش وما حاولتش ان انا استخدمها، كل حاجه موجوده ومتوفره قدامي وسهله وبسيطه جدا، طلعت حاجات بسيطه. ممكن بعد كده بنجيب ان احنا بنشتغل بقى على السكشنز، ممكن نبتدي ننزل الشغل بتاعنا على الليفل الكونسبشوال ده، فمحتاج ان انا اجيب مثلا لايك يا انزل شجر مثلا وبنشز واشخاص سيلواتس احطهم، او لو انا من مشاريع تانية عملت اكسرسايز ده ممكن اكسبورت الناس جوه او اللايبرري بتاعت البرزنتيشن، اعمل اكسبورتنج للناس جوه المشروع بتاعي، ممكن ابتدي الون اغير في الستايلز شويه اخليها، أو مثلا نخليها اللي هو الشغل السكتشي ده اللي احنا شفناه في الأول من هنا هنا وسكتشي ده، خليها حاجة كده لو أنا عايز، وغير طبعا في الـ preferences بتاعتي عشان تديني حاجة مقروءة في الآخر. هي أنا مش باخد حاجة يعني، مش بدي المبنى أسود فبوظ الشغل بتاعي عشان هو شكل، أنا بحب الأبيض والأسود، لا يبقى اختار الحاجة اللي هي تساعدني إن هي تظهر الشغل بتاعي. أنا حاولت إكس واي، أنا حاولت واي فريم، طبعا مش هيبان في الكلام ده لأن هنا السلايد ده مختلف، ده سكتشي بس هو لطيف جدا، ممكن استخدمها as a cover page على فكرة، شايف كل حاجة، نغير في الستايل تايب ستايل ارتستيك شكله لطيف، باين كده اداني فيجن الحاجة شكلها حلو ولا مش حلو، ممكن لما اقعد اديفلوب عليها اكتر هتطلع شكلها لطيف اكتر ولا محتاجة ولا مش حلوة من الاساس، فده ممكن الاستخدامات المختلفة دي، ممكن اطلع الحاجة كده طبعا هبقى محتاج ان انا ابديت في الكلام ده واخد شوت جديدة من الستايل ده، ليه؟ لان ببساطة هدوس ايزومتريك ويرجع لي الستايل القديم اللي انا كنت شغال عليه، دوست بقى هنا على ده هيقوم واخد لي الشوتس الجديدة على الستايل الجديد. أنا سيفت الستايلز على سينز مختلفة بحيث إني مش محتاج إن أنا كل شوية أقوم إيه أرجع وأعمل السيتنجز تاني ومن الأول تاني وخلاص وإكسبورت بعد كده أخش أشتغل على الستايل نمبر 2، لا ممكن أخلص كل الشغل بتاعي برضه وزن نفس السيشن اللي انا شغال عليها، وبعد كده اقوم اخد مالتيبل سينز بستايلز مختلفه تطلع لي الكلام، وبعمل اكسبورتنج في الاخر الشغل لكل سين بعمله اكسبورتنج 2D جرافيك، اختار اللوكيشن اللي انا عايزه واقوم بسيبها بال whatever format انا عايزه، وبيبقى غالبا انا ببقى عايزها في شكل صورة بس 2D بيطلع اوتوكاد برضو، فانا بطلعها في شكل صورة مثلا جي بي جي عشان البرزنتيشن، وبعد كده بشتغل عليها بوست برودكشن بال فوتوشوب. كده احنا خلصنا السيشن الاولانية من السكتش اب، تعلمنا مبدئيا بقينا a little bit familiar بال environment بتاعت السكتش اب، عرفنا امكانياته ايه، عرفنا ممكن يطلع ايه، اشتغلنا عليه، عرفنا
شفنا ازاي ان احنا ممكن نعتمد على السكتش بس، ما نعتمدش على اي حاجه تانية. ممكن من السكتش ابقى ابتدي فروم زيرو خالص، فروم سكتش انا مش عارف انا اروح فين وهعمل ايه من الانسبشن ليفل لحد ما اطلع حاجه ديفلوبت واشتغل عليها وارجع لها تاني. ممكن اطلعها بايع على ميديا برينتد واشتغل عليها. ممكن اخلص كل الشغل بتاعي من اول راوند على السكتش اب بس، ما احتاجش ان انا اعمل اي حاجه تانية، وخلص اخلص اطلع فول بريزنتبل باكج واخد اعمل لها اكسبورتنج في صوره جي بي جي، احطها في سلايدز السلايدز دي وات ايفر برنتبل او انيميتد لو كنت هعرضها على باوربوينت، او كنت مثلا ان انا اخدها على شاسيه او لو مجموعه من اللوحات مثلا وهطبعها او هعرضها هارد كوبي سوفت كوبي انا اسف على حاجه انيميتد وابتدي اشتغل عليها، اعرض الشغل بتاعي وكله انا عملته على السكتش. كده انا خلصنا معاكم النهارده اول سيشن، تعلمنا نبني فورمال مبنى اداري على الانسبشن ليفل، وازاي نتعامل معاه نبنيه من السكتش فروم سكراتش. شكرا ليكم، اي حد ليه اسئله يتفضل. شكرا جزيلا باشمهندس، محاضره رائعه بصراحه ومعلومات قيمه جدا. نتمنى لو حد عنده اي سؤال يعمل ريز هاند او على الشات يعني قبل ما نختم المحاضرة إن شاء الله، المحاضرة الأولى. هل في أي أسئلة؟ حد يعمل ريز هاند لو حد يعمل عايز يعمل مداخلة مباشرة يعني. المحاضرات مسجلة إن شاء الله وهترفع على اليوتيوب. في باشمهندسة إيناس بتقول لحضرتك ممكن محاضرات تانية تشرح لنا الإكستنشنز. أنهي إكستنشنز؟ وأكيد طبعًا، بس أنهي إكستنشنز اللي هي قصدها عليها؟ يا ريت لو حضرتك توضحها على الشات برضو عشان نقدر الدكتور يجاوب السؤال. في باشمهندس صابرينا بتقول شكرا، نتمنى مرة جاية تشرح أكتر بلوجنز. تمام. الناس بتشكر حضرتك جدا، بتقول جزاكم الله خيرا، محاضرة ممتازة ورائعة جدا. ربنا يخليكم، ميرسي جدا جدا. اي حد عنده اي حاجه يقولها حتى لو بيزك يعني، او شايف ان هي بسيطه يقولها او يكتبها او يسيبها او يبعتها للمهندس عمر او يبعتها لي. لو هي بسيطه قوي مش واضحه بالنسبه لكم يقولها مفيش اي مشكله، او يفكر فيها ويتفرج على التوتوريال مره ثانيه. احنا نستفيد وهو هيستفيد، والغير كمان اللي هو ممكن يكون محرج مثلا او ما عندوش سؤال حاضر في ذهنه دلوقتي برضه هيستفيد. في باشمهندس نازك بيقول لو ممكن الفي راي، او شايف ان هي بسيطه يقولها او يكتبها او يسيبها او يبعتها للمهندس عمر. الفي راي وانس ان احنا خلصنا الـ 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 الشغل بتاعنا وخلصنا الموديلنج مظبوط وخلصنا الديزاين، مرحله الديزاين ان احنا شغالين ديزاين مش شغال وموديلنج، مش شغالين ان احنا بنتعلم سكتش بس، لا احنا بنتعلم ازاي نعمل ديزاين بيزك ديزاين على السكتش. فانس ان احنا خلصنا الكلام ده هنشتغل في الفي راي على طول ان شاء الله. والفي راي احنا ممكن نبقى نقعد في المحاضره الجايه نقعد سامبلز ليها، وبيطلع حاجات الكواليتي بتاعتها ممتازه جدا. انا ممكن برضو استخدم الموديل اللي طالع من السكتش وادخله على الفي راي ويطلع لي كواليتي عاليه جدا جدا جدا، ما بقاش محتاج السويدي ماكس خالص في الشغل بتاعي. تمام. في باشمهندس صبري بيقول ما اكون محترم لو سمحت، ازاي اقدر اطلع فساد بجوده كويسه من السكتش مباشره؟ يطلع صوره.
لو انت عايز تعمل اكسبورتنج للحاجه بتخش على فايل هتلاقي اكسبورت تو دي جرافيكس جي بي جي هسميها شوت 1 واختار لها مكان هم سايبه بس بخش بقى هنا على الاوبشنز واتاكد ان دي مش كليكت لانها بتاخد وقت جدا اللي هي انتي الايز اتاكد ان دي 3500 بيكسلز كده انا تمام بدوس اوكي بعمل اكسبورت خلصت بخش على المكان اللي سيفت فيه تطلع شوت قدامي كده لو بخش على الفوتوشوب ابتدي بقى اشتغل عليها وابتدي اذا كنت احط تكست اقص بقى الزيادات دي كلها ازود عليها اضيفها على حاجه موجوده اوريدي موجوده عندي هكذا. دكتور هو الباشمهندس بيقول ان هي بتطلع بجوده ضعيفه تقريبا هي دي مشكلته في الاكسبورت. لا انت تعرف الكلام ده منين؟ انت تخش على الفوتوشوب وخلينا برضو نتشيك الكلام ده نفاليديت الكلام نعرف اني باي كواليتي بتطلع الحاجه. وده سؤال كويس على فكرة كويس جدا يعني انا هنا جيت فتحت ال بس فاتح من فايل تاني السكتشر اللي اسف الفوتوشوب فتحت اوبن انا مسيب الحاجة اولا هنا على المسطره السؤال الحلو جدا على فكره وخلينا نتشك الكلام ده لان مهم جدا ان انا متاكد قبل ان هو ما اروح اطبع حاجه او اعمل برزنتيشن لحاجه او اي حاجه للكلاينت عشان ما اضيعش فلوس ووقت وسمعه لازم اتاكد ان حاجه مظبوطه فخلينا نشوف اول حاجه على المسطره دي 90 متر في 25 متر وطبعا انا هعمل لها كروبينج دلوقتي لانها مش محتاج كل ده محتاج تشوت ايه بس كده واعمل لها انت تاني حاجه هجيب اللي هي الزومينج وهعمل هنا رايت كليك واقول له اكشوال بيكسلز فيت سكرين اكشوال بيكسلز طالما هي الستايل اللي احنا اخترناه هو في التعريجة دي لكن طالما هي على الاكشوال بيكسل باين ان هي سليمة خلاص يبقى هي دي كده ما فيهاش مشكلة خالص كرين سايز متأكد هنا من ايمج سايز ريزولوشن بيكسلز الويدث بتاعها 24 سنتي الهاي 28 دي على A4 وممكن نعمل تجربة تانية برضه خلينا نعمل لها اكسبورتنج
2D graphics options. الفيو سايز قال انا ما بستخدموش، انا بدوس 3500. ده الستايل اللي احنا واخدينه اللي هو الاسورتد اللي هو السكتشي، طالع الحاجة عندي انا شايفها ان هي مظبوطة، لان الخط هنا بتاع التكست هو سليم، والمبنى هنا هو متحرك شوية لان احنا اخدنا ستايل سكتشي. هدان في الطباعة هنا لما هاجي اكتب عليها بقى فونت 14، خلينا ناخد التايمز نيو رومان التكست. ده 14، 14 ده ايه 4 ده، بالتالي كده الريزولوشن ده كويس. شيل البول واعمل دوا حتى اكبر دي شوية. دي شكلها كده، انا لو كبرت الخط على الاخر الحاجه باين ان هي واضحه، السكيل بتاعها كبير. دايما باخد على 3500 بيطلع الحاجه بالشكل ده، وبتاكد بدوس اكتشوال بيكسلز او برنت سايز، فبتطلع الحاجه بالشكل اللي هي هتطبق بيه شكلها بالظبط. بغير الستايل، باخد الستاندرد خالص لو انا مش عاجبني ده، لو على وات ايفر الستايل اللي انا عامله، فهو بيطلع identical على في الفاينل برودكت بتاعي او في الفاينل شوت. دكتور في سؤال، اعمل ايه لو عايز اطلعها بسكيل عشان اوتوكاد، عشان ادخلها اوتوكاد؟ بتطلع زي ما هي، بطلعها بالسكيل الكبير دايما بتاعي. وبعدين هو احنا لو بنتكلم على اليفيشن مثلا، انت بتتكلم على اليفيشن ولا شوب؟ لو اليفيشن بقوم بطلع الحاجه 2 دي واحولها بدل جي بي جي بطلعها اوتوكاد. الاوتوكاد بيقوم بيطلعها 1 تو 1، وبالتالي اللي هو السكيل اللي انا رسمت بيه هو بيطلع في الاوتوكاد. لو طلعتها جي بي جي هو بتطلع 1 تو 1 برضه، فبتطلع بنفس السكيل، فبعمل لها انسيرشن جوه الاوتوكاد از جي بي جي، وبتطلع زي ما هي. اللي هو لو انت عايزه تطلعي الفريم بتاعك في جزء منه 2 دي وفي جزء منه الشغل اللي هو الشوتس، فبتطلع الحاجه 1 تو 1 زي ما هي، طبعا انا قاسمها بسكيل من الاساس، بتطلع زي ما هي وبدخلها على طول على الاوتوكاد زي ما هي بالظبط. الاوتوكاد بيطلع ايدنتيكال، لان احنا الاوتوكاد بنستخدمه في حاجتين حقيقه،
ان احنا بنطلع منه الموديل بتاعنا، بنحوله لاوتوكاد في الاخر عشان نستخدمه لاينز عشان نشتغل عليه كوردينيشن بعد كده، او ان انا بطلعه للراجل بتاع الماكتات علشان ياخده كواجهات. لو مش هعمل الماكات ليزر، فبيطلعوا بياخد واجهات مني علشان ياخد كل واجهه ويبتدي يقعد يشتغل عليها. ده الشغل القديم. فالحاجه بتطلع تو سكيل بالشكل ده، ان كانت بتطلع اكسبورتد اوتوكاد او جي بي جي، وممكن اطلعها 3 دي اس كمان. اكسبورتس الشغل بتاعي 3 دي اس لو انا عايز ادخله على ال 3 دي ماكس، او عايز ادخله على الرابط كمان. انا بستخدمه 3 دي اس كمان لو عايز ادخله على الماكس عشان اعمل انيميشن. انيميشن بقى على ال 3 دي ماكس لو انا عايز استخدم برنامج تاني بجانب الاوتو بجانب السكتش اب، فبدخله بطلعه بالفورم دوت 3 دي اس. باشمهندس أحمد مهنا بيقول ممكن نسخة من البرنامج؟ النسخة أنا ممكن أجيبها من على بننزلها من على جوجل. بنعمل داونلودنج من على جوجل، نكتب سكتش اب جوجل وهي بتنزل فور فري از ترايل فور 30 دايز زي اي برنامج تاني موجود. الكراك بتاعه السيريال نمبر يا اما انا بشتريه او باخد كوبي من حد من صحابي يعني. فغالبا الناس بتشتري الكراك او السيريال وتقوم منزلها عندها على البرنامج وبيشتغل، وبيبقى في حاجة في حدود ال $10 على ما أعتقد لمدة سنة. إحنا شغالين بالمناسبة على سكتش أب 2020 برو، ده آخر إصدار في السكتش أب. يا دكتور مهندس صبري بيقول لما باجي اطلع لوحات للعميل يشتغل بيها بعمل اكسبورت لل2 دي، وبعد كده بضطر اعبيها تشات عشان شكل اللوحه يطلع حلو، في حين بيجي لي شغل من مكاتب تانية بيكون عباره عن ال2 دي اوتوكاد ووراه في الخلفيه الوان الواجهه الحقيقيه عباره عن صوره. ده شغل بوست برودكشن. زي ما انت شايف كده احنا بنشتغل على خلفيه بيضاء، انا شخصيا بشتغل على خلفيه بيضاء، وبعد كده بقوم واخد الشغل ده واقوم عامل سيلكشن للسما البيضاء، الباك جراوند البيضاء اللي انا اشتغلت عليها، واحط واتابع خلفيه انا عايزها. خليني اقول لك حاجه مثلا احنا يعني كنت عاملها تبين لك شكل البوست برودكشن بشكل ايه. هنا مثلا انا عايز اوريك الحاجات هنا اللي هي طالعه رو، واحنا اشتغلنا عليها بعد كده بوست برودكشن. انت عندك الاليفيشن داي، الاليفيشن داي ده مشروع انا خلصته سكتش اب فروم اي تو زي، البلاجنز موجوده، انا اسف اللايبرري بتاعتي موجوده، كتبت التكست، عملت كل حاجه، الظلال، الحاجات دي كلها. ده البرودكت المفروض اللي هو بيطلع من على سكتش. دي بلانيت، وهنا السكشنز كات سكشنز ايه طلع لك كده، فالحاجه طالعه بالمنظر ده. بعدين قمنا اشتغلنا عليها بوست برودكشن، فقام الشغل طلع بالشكل ده.
دي الكواليتي اللي بتطلع من الشغل بعد ما بتطلعه من السكتش اب، بتشتغل عليه فوتوشوب وبيطلع لك بالكواليتي دي. ما بتحتاجش ان انت تدخله 3D ماكس لو انت شغال على فاست باك ومشاهير. وبعدين الابيلينج بتاعه بيبقى حلو عند الناس. هنا مثلا التكست كان المفروض يغمق شويه، بس غالبا ما غمقتوش عشان واخده فوق غامق. ودي كانت perforated screen detector انا مدخلها، وممكن ارسمها بس بدخلها از جي بي جي. فده بيلاقي ابيلينج مع شويه تكست كده تكتبه انت بالفوتوشوب بفونت حلو وبتاع، فده بيلاقي ابيلينج عند الكلاينت حلو جدا جدا جدا. فانت ممكن بالسكتشب والفوتوشوب تطلع المشروع بتاعك كله خلصان، ايفن البلانز برضه، لان انت بترسمها على السكتشب فتعمل لها برزنتيشن لطيفه وتطلع كل شغلك سكتشب بس. في مهندسة سمية بتقول ازاي ممكن نعمل انيميشن على السكتشب. انيميشن على السكتشب هناخدها بعد كده، ان احنا بنطلع بنسايب السينز بتاعتنا للجي بي جيز، وبعد كده بناخد الجي بي جيز دي بسيكونس كاننا بنلف حوالين المبنى ونقوم نسيبها ونعملها اكسبورتنج از دوت WMV. فبيطلع فيلم في الاخر وبيقوم دافف هو حوالين المبنى ويطلع السينز دي كومبايند اول توجذر، بيطلعها ان هي فيلم او انيميشن تيبيكال بالظبط زي نفس فكره ال 3 دي ماكس. بس 3 دي ماكس انت بتبقى انت راسم انت بتحط الكاميرات وانت بتتنقل ما بينها، هي انت بتاخد شوتس وبتقعد تتنقل ما بينها على السكتش. جزاكم الله خيرا واسفين على الاطاله. ان شاء الله نلتقي المحاضره القادمه باذن الله. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.